يلعبوا القلب دعيلكم ان شاء الله وموفقين ان شاء الله، وانتم اللي بتبيضوا الوطن ترفعوا الرايه الخضراء ان شاء الله. ان شاء الله بدلان تقدها وقدود، وان شاء الله تحقق الحلم ان شاء الله بالتاهل الى التصفيات النهائيه ان شاء الله لكاس العالم، وبالتوفيق وجميع ملايين السعوديين ينتظرون هذه المباراه. اتمنى لاعيبه المنتخب التوفيق في المباراه الجايه، وهم قد المسؤوليه وشرفونا كثير، ومش صعب عليهم انهم يشرفونا في المباراه هذه. كان ودنا نكون معاهم لكن الموجودين فيهم الخير والبركه، وان شاء الله اخوان اللاعبين ما بيقصرون ان شاء الله باذن الله ويرجعون بالتاهل ان شاء الله. مو رساله خاصه مش الوليد بس بالحاله، لجميع الحراس الموجودين اتمنى انهم متفق ان شاء الله، وان شاء الله كلهم على قلوب بعض، واي واحد يمسك الباب ان شاء الله يقول قد المسؤوليه، قدم كل ما عنده، وجميع اللعيبه اللي معاه ان شاء الله بيلعبون، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اتمنى توفيق لمنتخبنا السعودي، واملنا في الله ثم فيكم، ومنتخب استراليا منتخب مو صعب لذي الدرجه يعني، املنا في الله ثم فيكم، واوجه رساله نايف اتمنى له التوفيق طبعا بمساعده الزملاء اللاعبين، وان شاء الله راح تسجل ان شاء الله تفرحنا ان شاء الله. رسالة الخاصة يعني مو لأحمد خاصة يعني ممكن كلاعبين الوسط زي كذا، أن الحمل بيصير عليهم كبير ولعب عليهم كبير، لكن هم قدها، هم يملكون الإمكانيات، أنا أتمنى أن يكونون في يومهم بإذن الله بيلعبون بثقة ومسؤولية، وبإذن الله بإذن الله راح تحقق النتيجة اللي يبونها بإذن الله. أهلا بكم من جديد. في تاريخ الكرة السعودية الكثير من المواجهات الحاسمة التي عبر الأخضر أغلبها إلى الضفة المقابلة. غدا الأربعاء مواجهة أخرى، وبعض الجماهير تعتقد أن الأخضر يستطيع، نعم يستطيع، فتاريخه مليء بتجاوز المآزق. مرتضى العلوي يذكر بأبرز هذه المآزق في التاريخ. يريدون الاطمئنان أمام استراليا. ليست هذه المواجهة الحاسمة الوحيدة التي عرفتها الكرة السعودية في تاريخها الطويل مع تصفيات كأس العالم، بل تعرضت قبل الأربعاء المرتقب إلى مآزق عبرت بعضها ورسبت في أخرى. في العام 93 كانت السعودية بحاجة للفوز على الكويت في دور المجموعات من أجل العبور إلى الدور الثاني. الأخضر فاز بهدفين لسعيد العويران وماجد عبد الله. في الدور النهائي أيضا وصلت السعودية إلى مرحلة حاسمة وساخنة، والتأهل إلى كأس العالم 94 يحتاج إلى الفوز على إيران للعبور، وفعلها الرجال الخضر بإمضاء سامي الجابر وفهد المهلل وحمزة دريس ومنصور الموسى. في العام 1997 استفاق المنتخب الأخضر في مرحلة الإياب وبدأ في جندلة الخصوم واحدا تلو الآخر، لكن هذا لم يكن كافيا دون الفوز على قطر في الدوحة، وهو ما فعله الأخضر بقدم إبراهيم السويد، وعبر الأخضر إلى مونديال 98. المونديال التالي وقبل موعده بعام كانت السعودية تحتاج إلى الفوز على تايلاند في الرياض شرط خسارة إيران أمام البحرين، وهو ما حدث بعد أن نجح الأخضر في الفوز بأربعة لواحد سجلها عبدالله الشيحان، عبدالله الجمعان، سامي الجابر وإبراهيم ماطر. في العام 2009 كانت أول حاسمة للمنتخب الأخضر يخسرها بعد أن تعادل سلبيا مع كوريا الشمالية، وتحول إلى الملحق تاركا ورقة التأهل للكوريين. بعد شهرين من تلك المواجهة الأخضر أيضا يخسر حاسمة جديدة في مشواره عندما سقط في فخ التعادل مرتين أمام البحرين، وبالتالي يغادر قائمة المنتخبات المونديالية لأول مرة منذ العام 1994. الأربعاء يظهر الأخضر مجددا في مباراة من قائمة نكون أو لا نكون. مرتضى العلوي، العربية. وإن شاء الله سيكون الأخضر يوم الأربعاء حاضرا كما هو دائما في الحاسمات. إلى الرياض يلتحق بنا من هناك واحد من اللاعبين الذين حضروا مباراتين حاسمتين في العام 94 أو 93 وفي العام 97 أيضا في الدوحة إلى مونديال 98، كابتن فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي حضر مونديالين فيما مضى ولفت الأنظار كثيرا في مونديال 94. كابتن أهلا بك معنا. مباريات حاسمة حضرت أنت الكثير منها، أخوي. لكن أريد أن أذكرك بالسعودية وإيران 4-3 في الدوحة العام 93. هل تحتاج مثل المباريات الحاسمة الخاصة هذه لإعداد خاص للاعب؟ أول شيء بتعالى أحب أمسي عليكم، أمسي على
أخواننا المشاهدين. أنا أتوقع أن المباراة مباراة حساسة. في 93 يعني كانت هناك أيضا مباراة مشابهة، ولكن أنا أتوقع أن كانت الظروف أفضل للمنتخب من الظروف اللي عايش فيها الآن. كان هناك لاعبين كانوا لعبوا فترة طويلة مع بعض، لعبوا على نهائيات وبطولات أيضا مع بعض. في 92 كانوا على نهائي كأس آسيا، في بطولة القارات كانوا على نهائي بطولة القارات. كانت مجموعة يعني متجانسة لحد ما كبير، حد كبير. أما المجموعة اللي الآن أنا أتوقع أنها الفترة اللي جات هزت الكرة السعودية أيضا، حتى بعد في تغيير بعد العناصر في المنتخب، بعض العناصر نزلت مستواها مع المنتخب في المباريات السابقة. ولكن احنا نتمنى إن شاء الله. طيب. شفت التقارير السابقة بالنسبة للمنتخب. طيب فهد يتكلم عن مباريات حاسمة من هذا النوع، اللعب هو المعني بإعداد نفسه ولا لازم نعد الفريق كتيم كفريق كامل؟ لا، الإعداد لازم يجي من خلال المدرب، وأيضا من خلال أيضا الإدارة بخبرتها، أيضا بالإدارات سواء مرت عليهم ذا الظروف أو مرت على المنتخب، لازم أنها تنقل لبعض اللاعبين اللي ما قد مروا في بهذه الظروف. ولكن أنا اللي شفتها في الفترة الأخيرة اللقاءات مع اللاعبين، أنا أتوقع أن نفسياتهم ولقاءاتهم كانت أكثر من جيدة. أتمنى أن ينعكس هذا التفاؤل أيضا داخل الملعب في مباراة أستراليا. كانت مباراة مهمة فؤاد في 93 أمام إيران، كنتم إذا فزتم تتأهلون إلى كأس العالم. اتصل بكم الملك فهد رحمه الله، واتصل بكم الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، واتصل بكم الأمير سلطان بن فهد نائب رئيس العام رياض شاف في ذلك الوقت. ماذا قالوا لكم في مباراة قبل مباراة حاسمة؟ طبعا الملك فهد رحمه الله وأيضا الأمير فيصل الله يرحمه، هذول كانوا يعني بعيدين، ولكن كانت مكالماتهم هي مؤثرة بالنسبة لأي فريق أو أي منتخب. يعني أكبر رجل في الدولة لما يكلمك، كلم تقريبا يمكن 6 أو 7 من اللعيبة اللي يعتبرون عندهم خبرة يعني في المنتخب السعودي. أيضا الأمير سلطان بن فهد، الأمير سلطان بن فهد كان متواجد معنا طول الفترة هذه. أنا أتوقع أن يوم قربت المراحل الأخيرة بالنسبة للبطولة كان متواجد معنا في الفندق، كان يلعب بلوت معنا، كان يبغى هو يشاركنا أيضا جزء من هذا الهم أو جزء من إن شاء الله إذا تأهلنا هذا الفرح. أيضا محمد بن فهد صاحب سمو الملكي الأمير، محمد بن فهد كان متواجد في ليلة المباراة، الأمير نواف بن فيصل أيضا كان متواجد في هذه المباراة. لكن أنا بقول لك الظروف يا بتال مختلفة، ها؟ تختلف عن الأيام السابقة. العناصر والأدوات اللي موجودة الآن أنا أتوقع أنها تختلف اختلاف كبير، ولكن الظروف اللي عايش فيها المنتخب أنا أتوقع زي ما تفضلت أنها متقاربة. لكن أنا بقول لك بخبرة أيضا اللي موجودين وأيضا بخبرة فرانك ريكارد، أنا أتوقع أن المنتخب السعودي بإذن الله يقدر أنه يعدي هذه المباراة. ولكن أنا أتوقع أن المسؤولية أيضا برضو بالنسبة للاعبين لازم يحسون بأهمية المباراة، لأن النجاح والنجومية هي سلم تصعده وليس باب تفتحه. جميل. ولازم طيب. يعلم من خطورة هذه المباراة. إش كان جو المعسكر فؤاد؟ جو المعسكر في 93، أنا مصر أسألك 93 عشان اللعيبة اللي يسمعنا واللي يشوفنا واللي يوصل الكلام يستفيد من بعض ما تقوله. إش كان جو المعسكر؟ تقول كنا نلعب بلوت، كنا مرتاحين نفسيا، حدثنا. والله أنا بقول لك في 93 بحكم أن المنطقة كانت قريبة بالنسبة للمملكة، يعني كانوا وفود الرئاسة كلهم كانوا موجودين، ولكن كانوا ناس معينين دائما هم يجلسون مع المنتخب، خاصة مباراة إيران قبلها بيومين أو 3 أيام كانوا دائما الأمير كان متواجد، لعب بلوت أيضا، كان هناك يعني نوع من الترفيه حتى في عملية البلوت، في عملية لعب الورق. أيامها ما كان في بلاي ستيشن. تسمع كلام أيضا من مسؤول
ما كان في بلاي ستيشن هذيك الايام. ما لحقنا ان على بلاي ستيشن ولا لحقنا على طيب من اللي كان يفوز ولا لحقنا على تويتر بعد. من اللي كان يفوز على في البلوت؟ والله كانوا في ناس مميزين مثلا زي سعيد العيران، كان في منصور الموينع، كان في على ما اعتقد التيماوي، يعني كانوا في سامي الجابر، يعني كانوا في ناس لهم يعني طيب. في البلوت ولهم ايضا حتى جدال بعد قوي في 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 في, في البلوت طيب. ولكن انا لا اتوقع ان الامير سلطان بن فهد ما حد يقواه. طيب فؤاد تحدث عن المباراة من هالنوع، مباريات الحاسمة، واحنا تقريرنا عن مباراة الحاسمة، الروح ولا الجوانب الفنية تنصرك؟ لا شوف، انا بقول لك لما نقول احنا الجوانب الفنيه، الجوانب الفنيه ضروري في هذه المباراه، هي ضروري قبل المباراه وضروري ايضا اثناء المباراه، وتقدر تتعامل مع المباراه، ولكن العامل النفسي هو يسبق المباراه ايضا، العامل النفسي ايضا تحسس اللاعب باهميه المباراه، ولكن بدون ضغط. انا اتوقع انه اللي مر عليه المنتخب في 93، انا اتوقع انه ما قد مر على اي منتخب في 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 في, في الكره السعوديه. نعم. لان في اخر مباراه احنا لعبنا مباراه مع العراق وانشال ايضا او ترحل مدرب. نعم. وجانا الاستاذ محمد الخراشي في يومين. صحيح. يعني وفي يومين وقدامك انجاز وقدامك ايش اقول لك، يعني كان حلم بالنسبه لنا. صحيح. فانا اتوقع ان لو حسوا بالمسؤوليه اللاعبين، وحسوا ايضا ان بعض اللاعبين اذا 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 طلعوا من هذه التصفيات يعني ما راح يلحقون على كاس العالم اللي أكيد. في 2018. نعم اكيد، وفي اكثر من لاعب يعني هم اسروا لمقربين منهم، وهذا حقيقي، بانهم سيعتزلون اللاعب الدولي بعد المباراة إذا ما خسر المنتخب في المباراة المقبلة، إذا ما خسر فهم سيعلنون اعتزالهم الدولي، أكثر من لاعب في هذا المنتخب. خليك معي فؤاد، راح أرجع لك مرة ثانية، لكن نذهب إلى مدير منتخبات، نبدأ فيه محمد المسحل، كيف يرى المهمة المنتظرة؟ المعسكر الحمد لله يسير حسب ما مخطط له، يعني كل الامور والترتيبات اللي احنا واضعينها قاعدين نمشي عليها كما هو مخطط. اللاعبين بالدرجه الاولى جاهزين ان شاء الله من جميع النواحي، كل شيء متوفر لهم فنيا وبدنيا ونفسيا، الجاهزيه عاليه جدا. نسال الله العلي القدير انه يوفقنا ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله. المباراه معروف انها مباراه قد تكون مباراه تاريخيه، يعني لو خسر المنتخب سيخسر فرصته في التاهل للتصفيات النهائيه، وهذا اول مره يحدث في التاريخ. على مستوى التجهيز المعنوي والنفسي، يعني كيف يعني هل هو نفس التجهيز لباقي المباريات او انه يختلف؟ يعني وش الوصفه لهذه المباراه؟ لا ابدا، انت قاعد تجهز نفسك لمباراه مصيريه وحساسه، ما هي اول مره نمر فيها مثل هذا الموقف، يعني كانت الكره السعوديه السابقه مرينا بهذه المواقف والحمد لله الله وفقنا فيها وانجزناها. يعني الهدف من ايضا التبكير بتواجدنا في استراليا هو كان ايضا لموضوع العامل النفسي والجسدي والذهني، احتياطا لا سمح الله اصيب لاعب ولا كذا، فجينا في وقت مبكر، وكل الامور اللي اتخذناها كقرارات الى الان نعتقد انها صحيحه. اللاعبين جاهزيتهم جدا عاليه، يعني زي ما شفنا قبل شوي تمرين حماس عالي جدا، انا اشوف اللاعبين جاهزين لهذه المباراه باذن الله. طيب الحديث اللي خرجت من البيت الأسترالي، يعني حديث المدرب الألماني أنه قال أنه حضور المنتخب السعودي قبل المباراة بوقت مبكر هذا سيضرهم لن ينفعهم، يعني هل كلامه يعني هو كان مقتنع منه تماما أو يعني كان عنده أهداف أخرى؟ أنت وش ترد عليه؟ لا طبعا كمدرب لفريق خصم لازم يعني يصرح تصريحات استفزازية معينة، في مدربين عندهم هذا النهج، بالنهاية هو مش من صالح أنه يخسر أكيد، يعني عنده قائمة لاعبين أول مرة راح يشاركون في هذا مثل هذه المباراة، يبغاهم يطلعون مباراة فائزة، هم افتتاحية ملعب كبير عندهم أيضا، عندهم يعني هو مناسب مهرجان معين يبون يطلعون أيضا فائزين، في أمور كثيرة تخليهم يعني وجود خصم زي السعودية في الدور الرابع أيضا ممكن يأذيهم، فهذا الشيء يخليهم يرغمون بالفوز بشكل كبير.
ولعب المنتخب السعودي اليوم انطلقوا أو البارحة بتوقيت أستراليا انطلقوا في ملبورن يستكشفونها بعد ساعات حرة منحها لهم الهولندي رايكارد. محمد فضل الله رافقهم. واللمسات لبلال الأنصاري. والله البلد اوكي، لكن الجو ما شاء الله عندهم يعني ما نعتبرها حراره، يعني زي حرارتنا احنا، حرارتنا احنا ما نقدر عليها. حلو مثل ما قال عيال، حر شوي. لا انا لابس طاقيه عشان عندي مشكله هنا. خلاص يا ولد حاط علاج. كيفك؟ الله يعطيك العافيه. شكرا. رجع علينا الحين طالبين من هناك. Wednesday. I don't even have work. Yeah, I'm going out here too. Ticket. I need your numbers, bro. Or where you're staying. Langham. Langham. Write it down, right? Yeah. I'll come tomorrow. Say what to me, Joe. He's from Sudan, man. Sudan, huh? Yeah. This is Sudan? Thanks, Mohammed. Are you Sudanese? Yeah. Ah. This is Sudan? Yeah, man. There's a lot of Sudanese in Australia. Heaps. Yalla, yalla, nimshu. Yalla, nimshu. Yalla, okay. Shukran, boys. Thank I'll you. See you tomorrow, right? Do you want me to come tomorrow? Yeah. Good luck, Saudi Arabia. Thank you. Thank you, guys. I'll see you tomorrow. سوي كذا بيس جودي في توي سوي كذا في توي ولا في توي. Sorry mate. Can you put two team best wishes? Can I want it? Two team. Two team best wishes. Appreciate this. Say it. Anyway, you want. إلى فؤاد مرة أخرى. كابتن فؤاد أنور في الرياض. كابتن حدثني عن الحاسمة في 98 في قطر، كنتم تحتاجون إلى الفوز بهدف أو بأي نتيجة وتحققت بقدم إبراهيم السويد. والله شوف بتالف في 98 في قطر أنا ما كنت متواجد مع الفريق، لكن كانت عندي إصابة وبعدين التحقت بالمنتخب. لكن برضو كانت مباراة مهمة، ومباراة أيضا كانت مباراة خطرة ومباراة مفصلية، ولكن نرجع نقول أن الأدوات اللي كانت موجودة في السابق أنا أتوقع أنها كانت لديها خبرة، لديها ممارسة أكبر في 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 93 وأيضا في البطولات اللي سبقتها. لكن ذبحنا وليد عبد الله بالإشارات ذي. طيب أنا أتوقع أن اللاعبين نفسيا
أنا أشوفهم يعني والله الحمد يعني نفسياتهم زينة يمكن أكثر من المسؤولين اللي موجودين لأن الموجودين يدرون خطورة المباراة وخطورة اللقاء هذا لكن نفسيات أشوفها يعني أنت كيف شفتهم مع في الجولة الحرة كيف شفتهم؟ والله هي في الجولة الحرة بس أنا بقول لك هذه إذا كانت عدت ساعتين هذه طيب. مشكلة ترى جميل بس أنا أتمنى أن تكون ما عدت ساعتين طيب يا فهد إن شاء الله ما كانت يعني كانت زي ما تبغى شكرا جزيلا كابتن فهد أنور قائد المنتخب السعودي السابق أحد الذين شاركوا في مونديالين العام 94 والعام 98 أيضا شكرا فهد في مقابل الجولة الحرة السعودية خصص مدرب المنتخب الأسترالي ساعات للقاء أبرز نجوم فريقه بجماهيرهم نتابع يوم مفتوح من قبل الأكاديميات الكروية هنا في ملبورن الأسترالية والسبب جذب الجيل القادم من الأطفال للتمرس على لعبة كرة القدم التي تأتي في المرتبة الثالثة خلف الركبي والكريكت بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي للعبة قام ثلاث المنتخب الأول ساشا وغنوفسكي، آرشي تومسون وديفيد كارل بزيارة يوم الأطفال المفتوح في حديقة أمي بارك التابعة للملعب الرئيسي والذي سيحتضن اللقاء المرتقب بين الأخضر السعودي وصاحب الأرض الأسترالي العربية كانت حاضرة في هذا اليوم المشمس للتعرف عن قرب على مدى جاهزية المنتخب الأسترالي وعن أهمية مباراة السعودية رغم أن المنتخب الأسترالي حجز بطاقة التأهل للدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2014 المنتخب السعودي سيحاول في لقائه مع أستراليا أن يفوز بالنقاط الثلاث وبالنسبة إلينا ننتظر بلهفة هذه المباراة رغم ضماننا بطاقة التأهل ويعد هذا اللقاء هو الأول على ملعب أمي الثلاثي الأسترالي وكعادة نجوم اللعبة تعرفوا على الأطفال عن قرب من خلال الصور التذكارية والتوقيع على الكرات والقمصان لكن هل يعلم الأطفال من هم هؤلاء النجوم أو حتى من سيلعب ليلة الأربعاء الجواب من ألسنتهم من مدينة ملبورن الأسترالية محمد فضل الله لبرنامج في المرمى سنعود لمتابعتنا للمنتخب السعودي ولملبورن ولمحمد فضل الله ولكن بعد فاصل نقول فيه عندئذ حسن معاذ أمام 10 يعترف أتمنى أن يلعب معنا الغشيان أمام أستراليا